أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت منذ فترة بجماعة المسجد، وأثناء الصلاة أحسست بخوف ورعب وكأن من يخنقني، فلم أستطع أن أكمل قراءة الآيات، وأحسست بعد تلك الصلاة بخوف من أن أصلي بأي جماعة، مع العلم بأني لم أشعر بمثل ذلك من قبل وأنا أصلي بالناس، والخوف هذا يعتريني. والسؤال: إذا أردت أن أصلي بأي جماعة أحسست بخوف ورعب شديد، فهل هذا الخوف هو شرك الخوف أم خوف السر؟ لا أبدا، هذا ضعف في الشخصية، ضعف في الشخصية، وهذا يعرض لكثير من الناس عند الإمامة، لا سيما إذا فوجئوا بالإمامة، يقول له صلي فلان هو ما هو على استعداد، قد أو اخطب الجمعة قد يرتبك أول مرة، فعليك بالمضي، عليك بالمضي، ولا ومع الاستمرار إن شاء الله يذهب عنك هذا الشيء. نعم.